خوفنا من كريم وقت شاط البلانتي كنت نيجيريا، خوفنا منه برشا اللي ضيعها. انا وبيبول في الجاردان معناتها احنا وقتها في اللحظه في الصاد ما شفناش البلانتي. انا بيبول عطينا بالظهر خاطر نعفو بعد الشوط واللحظه هيك معناتها كيفاش هو تقدم معناتها وجاته الشجاعه وهز الكره مشى الشاط خذاها معناتها مسؤوليه. هذه معناتها تخلي معناتها فيير بيه والكارير نتاعو اللي عملها. نقولوا كريم دوماج بالنسبه لنا تغيتي الفوتبول تري تو، ان شاء الله نشوفك من الجهه الاخر. واللي قدمته الكره التونسيه ولا مع الجامعات لعبتهم الكل معناتها برافو، تي ان غران شامبيون ميرسي بوكو. نتمنى له كل الحظ والتوفيق، صراحة كارير كبيرة برشا كريم حقي، وإن شاء الله مزيد من التألق في حياته من بعد إن شاء الله. الحمد لله خرج من الباب الكبير، كنت حقيقة ديما نحلم نعرف يجي نهار هذا، وكنت ديما في مخي معناتها نتخايل كيف باش يكون الجوبيلي نتاع كريم. الحقيقة فرحانة برشا كيما تمنيت وأكثر، حتى كي يبدا الثلج الدنيا باردة مطر، كنت الليل يلعبوا في العشية وكسوة في الليل، كنت ديما نهز ولادي باش يشوفوا معناتها يقعدوا لهم ميموريزي شنو أبوهم. كريم كان مدافع قوي جدا ومن أقوى المدافعين اللي كنت بلعب قدامهم، وكنت دايما بخلي بالي وأنا بلعب قدامهم. بس يعني الحمد لله كانت دايما كل المواجهات اللي كانت بيني وبينه كان ما كانش بيبقى فيه حساب، يعني ما كانش فيه أي حاجة غير أخوة وحب ومودة، وكنا دايما بعد كل مباراة دايما لما كنا نواجه بعض كنا دايما نجري على بعض عشان نغير التيشيرتات مع بعض. أنا بشكر كريم طبعا على استضافته ليا وعلى الدعوة اللي قدمها هالي للمباراه الاعتزال لمسيرته. ان شاء الله بكره هنحتفل باحتفاليه كبيره جدا، وانا مبسوط بكل الناس اللي جت وبشكرهم على انهم جم حيوه وموجودين معاه وموجودين في وسطه وفي وسط اهله وفي وسط بلده وفي وسط ناسه. وان شاء الله ربنا يكرمه في الحياه وربنا يوفقه في الحياه اللي جايه بعد الكوره، لان التشالنج طبعا بعد الكوره بتبقى حياه جديده خالص. كل لعيب كوره كان بيلعب ولعب على اعلى مستويات على مستويات انديه كبيره ومنتخبات، بيبقى انه يروح تشالنج جديد وتحدي جديد في حياة بعد كده. فبتمنى له التوفيق إن شاء الله.